اليوم سوف نتعرف على درس جديد في مادة القراءة. هيا استمعوا معي الآن، سأملي عليكم بعض الكلمات وأنتم ستستخرجوا الصوت المشترك الأول بين هذه الكلمات. هيا ركزوا معي جيدا، سأملي عليكم هذه الكلمات. يمامة. ماذا؟ يمامة. سمعتموني جيدا؟ يحيى. 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 ياسر. ياسر. نعم، ما هو الصوت المشترك؟ ما هو الصوت المشترك بين هذه الكلمات؟ نعم، أحسنتم يا أبنائي الصغار، الصوت المشترك الأول هو ماذا؟ هو ي. الصوت المشترك هو ي. نعم، الحرف والحرف هو ماذا؟ هو حرف الياء. هو حرف الياء. الحرف الذي سوف نتعرف عليه اليوم هو حرف الياء. سنتعرف على حرف الياء مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة ومع التنوين بالضم والتنوين بالفتح والتنوين بالكسر. هيا ركزوا معي جيدا، انتبهوا للسبورة. نعم، لدينا حرف الياء مع ماذا؟ مع ماذا؟ انتبهوا معي جيدا، مع ماذا؟ حرف الياء مع الفتحة. حرف الياء مع الفتحة. ويقرأ. ويقرأ ماذا؟ يقرأ ي. يقرأ ماذا؟ ي. نعم، جيد، أحسنتم يا أبنائي الصغار. لدينا ماذا أيضا؟ حرف الياء مع الكسرة. حرف الياء مع الكسرة. ويقرأ ي. ويقرأ ي. جيد، نعم، وحرف الياء مع الضمة. ويقرأ ماذا؟ يقرأ يو. نعم، تعرفنا على حرف الياء مع الحركات القصيرة. مع ماذا؟ مع الحركات القصيرة، ألا وهي الفتحة والكسرة والضمة. نعم، الحركات القصيرة. نعيد قراءة حرف الياء مع الحركات القصيرة، رددوا معي. الياء مع الفتحة يا، مع الكسرة ي، مع الضمة يو. هيا انتبهوا، هيا انتبهوا معي. سنقرأ الآن الكلمات مع الحركات القصيرة. هيا. يا ما ما تل. رددوا معي. يا ما ما تل. نعم، أين يوجد هنا حرف الياء؟ أين يوجد حرف الياء؟ أو أين يقع حرف الياء؟ أين يقع حرف الياء في كلمة يمامة؟ يقع حرف الياء في كلمة يمامة أي يقع حرف الياء في كلمة يمامة في أول الكلمة. انظروا جيدا، أين يقع حرف الياء؟ يقع حرف الياء في أول الكلمة. انظروا جيدا، أين يقع؟ في أول الكلمة. نعم، سنعيد قراءة هذه الكلمة. يا ما ما تون. يا ما ما تون. نعم، هيا سنقرأ الكلمة الأخرى. يشيد. 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 نعم، انتبهوا معي، أين يقع هنا حرف الياء في كلمة يشيد؟ نعم، جيد، أحسنتم يا أبنائي الصغار، يقع حرف الياء في كلمة يشيد أي في وسط الكلمة. جيد، انظروا جيدا، أين يقع حرف الياء؟ في وسط الكلمة. نعم، الكلمة الأخرى هي كلمة ماذا؟ ناي. ماذا؟
نايل. نعم، أين يقع هنا حرف الياء؟ نعم، يقع حرف الياء هنا في آخر الكلمة. نعم، انظروا جيدا، يقع في آخر الكلمة. هيا سنعيد الآن قراءة هذه الكلمات التي تتضمن حرف الياء مع الحركات القصيرة، مع الحركات القصيرة. نعم، مع ماذا؟ مع الفتحة ومع الكسرة ومع الضمة، ونسمي هذه الحركات حركات قصيرة. جيد، هيا رددوا معي الآن. يمامة. ماذا؟ مرة أخرى. يمامة. يشيد. يشيد. نايو. ماذا؟ نايو. نعم، وبعدما تعرفنا على حرف الياء مع الحركات القصيرة، سنتعرف عليه الآن مع الحركات الطويلة. مع ماذا؟ مع الحركات الطويلة. نعم، من يذكرني بالحركات الطويلة؟ من يذكرني بالحركات الطويلة؟ لقد تعرفنا عليها. نعم، الحركات الطويلة هي ماذا؟ الألف. الألف. نعم، نعم. ماذا أيضا؟ الياء. وماذا أيضا؟ الواو. ماذا؟ الواو. جيد، الحركات الطويلة هي ماذا؟ الألف، الياء، والواو. نعم، هيا سنقرأ الياء مع الحركات الطويلة. عندما يكون لدينا حرف الياء مع الألف أقرأه ماذا؟ هل أقرأه يا؟ لا، أقرأه ماذا؟ يا. ماذا؟ يا. نعم، والياء مع الياء أقرأها ماذا؟ ي. ماذا؟ ي. لا أقرأها ي، وإنما أقرأها ماذا؟ ي. والياء مع الضمة والواو أقرأها يو. ماذا؟ رددوا معي مرة أخرى. يو. يو. نعم، والآن سنتعرف على بعض الكلمات التي تتضمن حرف الياء مع الحركات الطويلة. نعم، هيا رددوا معي. أكياسٌ. أكياسٌ. هنا لدينا الياء مع ماذا؟ مع الألف، مع المد بالألف. نعم، والألف نسميه حركة طويلة. هيا رددوا معي مرة أخرى. أكياسٌ. صديقٌ. صديقٌ. انظر جيدا، الياء مع حركة طويلة تقرأ ي، تقرأ ي. الكلمة هي صديق. يونس. يونس. هنا لدينا الياء مع الواو. الياء مع الواو، مع حركة طويلة التي هي الواو، وتقرأ يو. تقرأ ماذا؟ يو. تعرفنا على حرف الياء مع الحركات الطويلة، وقرأنا بعض الكلمات التي تتضمن حرف الياء مع الحركات الطويلة. والآن سنتعرف على حرف الياء مع التنوين. حرف الياء مع التنوين. حرف الياء مع التنوين بالفتح. نعم، ويكون دائما مصاحب الألف. وحرف الياء مع التنوين بالضم، وتكون دائما حرف الياء يكون دائما مع التنوين بالضم في آخر الكلمة، ومع التنوين أيضا بالكسر، ويكون دائما أيضا
ايضا حرف الياء مع التنوين بالكسر في اخر الكلمه. الياء مع التنوين بالفتح تقرا ين. رددوا ين. ماذا؟ ين. ومع التنوين بالضم تقرا ين. ومع التنوين بالكسر تقرا ين. هيا انتبهوا معي، ساقرا لكم بعض الكلمات التي تتضمن حرف الياء مع التنوين بالفتح وبالضم وبالكسر. عاريا. ماذا؟ عاريا. انظروا الالف والتنوين بالفتح، لدينا كم من فتحة؟ واحدة. لا، اثنان، يعني فتحتان. فتحتان. واقرأها ماذا؟ ين. اقرأها ماذا؟ اقرأها ين. اقرأها ماذا؟ اقرأها ين. عاريا. رددوا معي مرة أخرى، عاريا. انظروا جيدا، هنا لدينا ين. جد ين. ماذا لدينا؟ جد ين. أحسنتم يا أبنائي الصغار، هنا لدينا الياء مع التنوين بالضم. وقلنا دائما الياء مع التنوين بالضم أو التنوين بالكسر تكتب في آخر الكلمة. انظروا جيدا، ين، ين، جد ين، ناين. انظروا جيدا، حرف الياء في آخر كلمة، جد ين، ناين. أحسنتم يا أبنائي الصغار، والآن سنقوم بتقطيع هذه الكلمات بطريقة التصفيق. هيا معي الآن سأقطع كلمة عاريا. هيا ركزوا معي معا جميعا. عاريا. جيد، سأردد مرة أخرى. عاريا. لماذا قلت عا مقطع؟ لأن العين مع المد بالألف تسمى مقطع، والراء مع الكسرة تسمى مقطع، والياء مع التنوين أيضا يسمى مقطع، لأن جميع الحروف مع الحركات الضوئية تسمى مقطع، وجميع الحروف مع الحركات القصيرة تسمى مقطع، وجميع الحروف مع التنوين أيضا تسمى مقطع. هيا لنقطع كلمة جديون. جديون. المقطع الأول هو ماذا؟ جد. والمقطع الثاني هو ين، لأن الحركة التي تسبق السكون، يعني الحركة سواء الفتحة أو الضمة أو الكسرة ممسكة مع السكون تسمى مقطع، لهذا المقطع الأول هو جد والمقطع الثاني هو ين. معي لدينا هنا مع التنوين بالكسر ويقرأ ين، والكلمة التي تتضمن حرف الياء مع التنوين بالكسر هي كلمة ناين. هيا قطعوا معي كلمة ناين. ناين. نعم، قلنا أن الحرف مع الحركة الطويلة يسمى مقطع، والحرف مع التنوين أيضا يسمى مقطع. وفي نهاية الحصة بعد التعرف على حرف الياء مع الحركات القصيرة ومع الحركات الطويلة ومع التنوين بالفتح والتنوين بالضم والتنوين بالكسر، سننجز تمرين على الدفتر المخصص للدراسة عن بعد. انتبهوا معي، سأعوض بحرف جديد للحصول على كلمة جديدة. سأقرأ لكم الكلمات. يمامة. سأعوضها بحرف جديد لأحصل على كلمة جديدة. قلنا ناي. يسار. هل فهمتموني؟ بالتوفيق يا أطفال الصغار، إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.